لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني لتوضيح وضعية اللاجئين السوريين على الحدود المغربية الجزائرية. اللقاء يندرج في إطار المقاربة الميدانية الرامية إلى تحقيق التوازن في مجال الهجرة وإشراك المجتمع المدني في جهود تسوية أوضاع المهاجرين. الإخوة السوريين كاينين في التراب الجزائري ماشي في التراب المغربي، وبالتالي مادام أنهم في التراب الجزائري هي مسؤولية السلطات الجزائرية باش أنها تحميهم وتهتم بهم إنسانيا. القرار المغربي واضح، ما يمكنش نسمحوا بهجرة غير منتظمة وغير منظمة. منذ سنة 2013 وضع المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تهدف إلى تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وتدبير أحسن لتدفقات الهجرة، استراتيجية تمكن المغرب من خلالها من تسوية وضعية أكثر من 5000 سوري. نمثل المجتمع المدني في إطار شراكة مع الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة. قمنا ببحث الميداني وتوصلنا إلى أن هؤلاء اللاجئين قدموا من التراب الجزائري، وأعتقد أن ما وقع كان مخططا له ليتمكنوا من الدخول إلى المغرب بطريقة غير قانونية. يأتي انعقاد هذا اللقاء على خلفية ضبط مجموعة من المهاجرين السوريين على مستوى الحدود المغربية الجزائرية قادمين من داخل التراب الجزائري، سلوك يؤدي إلى إحداث تدفقات واسعة النطاق إلى المغرب لا يمكن السيطرة عليها في حال استمرارها وتضر بسياسة المغرب المتعلقة بالهجرة.